اف وجي، حدد ما اذا كانت اف نظير ضرب الجي ام لا. الحين نقول له اف ضرب جي تساوي الاف 3 سالب 5 سالب 2 6 ضرب الجي 3 ارباع 5 على 8 ربع 3 اثمان، واقوم بعمليه الضرب اف ضرب جي تساوي. كيف نضرب مصفوفه في مصفوفه؟ اتفقنا انها ضرب صف فيش في عمود، وهكتب الاجابه هون. اول شيء 3 ضرب 3 على 4 زائد سالب 5 ضرب ربع 3 ضرب 3 على 4 زائد سالب 5 ضرب ربع، لو انت حسبتها بالآلة الحاسبة هتديك صفر، هتديك آسف واحد هنا. تقول لي طب احسبها لي كده، ممكن تكتب هنا وممكن تحسبها جانبي كده، تقول لي 3 ضرب 3 على 4 زائد سالب 5 ضرب ربع، اهي دي أول واحدة، أول عنصر اهي. 3 في 3 ب 9 على 4 زائد اضرب سالب 5 في 1 سالب 5 على 4، 9 زائد سالب 5 يديك 4 في البسط والمقام 1 4، 4 على 4 يديك 1، كتبت العنصر 1. خلصت الجزء الأولاني، مش محتاج ده خلاص. هضرب نفس الصف في العمود الثاني واكتب الإجابة هنا. 3 ضرب 5 على 8، 3 ضرب 5 على 8 زائد سالب 5 ضرب 3 على 8، سالب 5 ضرب 3 على 8. نضرب البسط في البسط، دي تحتها 1 يعني دي تحتها 1 دي تحتها 1. 3 في 5 ب 15 على 8 زائد 3 في سالب 5 بسالب 15 على 8، 15 على 8 زائد سالب 15 على 8 صفر. كتبت الصفر. هي بتساوي صفر هنا، كتبت الصفر هنا. خلاص؟ يبقى ضربت الصف الأول في العمود الأول، وضربت الصف الثاني الصف الأول في العمود الثاني. هاخد لنا الصف الثاني بقى. هضربه في العمود الأول هنا، نضرب سالب 2 في 3 على 4 زائد 6 في ربع. سالب 2 في 3 على 4 زائد 6 في ربع. سالب 2 هحسبها على جانبي، سالب 2 في 3 على 4 زائد 6 ضرب ربع. لو كتبتها كده على شاشة الآلة الحاسبة قلت تساوي هتديك الإجابة النهائية. سالب 2 في 3 بسالب 6 على 4 زائد 6 في 1 ب 6 على 4 سالب 6 على 4 زائد 6 على 4 يديك 0 على 4 اللي هي بصفر، يبقى هنا تكتب صفر. خلاص نضرب الصف الثاني اهو، نفس الصف في العمود الثاني هنا. سالب 2 في 5 على 8 سالب 2 هتنضرب في 5 على 8 زائد 6 في 3 على 8. سالب 2 في 5 بسالب 10 على 8 زائد 6 في 3 ب 18 على 8. إذا هنا أنت سويت عملية الإضافة، سالب 10 زائد 18 المقام 1 8، سالب 10 زائد 18 يعطيك 8، 8 على 8 يساوي 1، يبقى نكتب هنا 1. هنا اللي طلعت لي دي 1 0 0 1، دي مصفوفة الوحدة اي. طب كده يبقى الاف نظير ضرب الجي؟ لا، لازم اضرب جي ضرب الاف ايضا، لازم الشرطين. تقول لي يعني ممكن الاولى تدي اي والثانية ما تعطي اي؟ اي ممكن الاولى تعطي اي والثانية ما تعطي اي. يبقى الحين هتضرب 3 سالب 5 سالب 2، المفروض نكتب الجي الأول. الجي 3 على 4 5 على 8 ربع 3 على 8 ضرب المصفوفة اف 3 سالب 5 سالب 2 6، وأبدأ أعمل عملية الضرب زي ما ضربت المرة الماضية. هضرب هتديني مصفوفة 2 في 2، وأبدأ أضرب الصف الأول ها في العمود الأول.
3 على 4 ضرب 3، هكتب اول واحدة ايه، 3 على 4 ضرب 3، 3 على 4 ضرب 3 زائد 5 على 8 ضرب، ها ضرب سالب 2، 3 في 3 ب 9 على 4 زائد 5 في سالب 2 يعطيك سالب 10 على 8. المقام غير موحد، نضرب دي في 2 بسطا ومقاما، هضربها في 2 في البسط و2 في المقام عشان اوحد، يبقى انا ضربت في 2 في البسط و2 في المقام عشان اوحد، تطلع 18 على 8 زائد سالب 10 على 8، هتجمع تديك موجب 8 على 8 تعطي 1، يبقى اول عنصر هنا 1 اهو، 1. طيب اضرب الصف الاول، هذا الصف الاول في العمود الثاني، يلا نضرب 3 على 4 في سالب 5، 3 على 4 ضرب سالب 5 زائد 5 على 8 ضرب 6، 3 في سالب 5 بسالب 15 على 4 زائد 5 في 6 ب30 على 8، هتضرب دي في 2 بسطا ومقاما، هتبقى سالب 30 على 8 زائد 30 على 8، تجمعهم مع بعض تطلع 0 على 8، تطلع في النهاية 0، يبقى 0. أكمل أضرب إيش؟ أضرب الصف الثاني، أشتغل على الصف الثاني في العمود الأول هنا، ربع ضرب 3 زائد 3 على 8 ضرب سالب 2، ربع ضرب 3 زائد 3 على 8 ضرب سالب 2 بالآلة الحاسبة، هيديك صفر هنا مباشر. أضرب نفس الصف في العمود الثاني، ربع ضرب سالب 5، اكتب ربع ضرب سالب 5 زائد 3 على 8 ضرب 6 هيعطيك 1، طلعت I، يعني F ضرب G طلعت I، و G ضرب F طلع و G ضرب F طلع I، يبقى أقول F نظير ضربي للجي، والجي نظير ضربي للاف، يعني كلاهما نظير ضربي للاخر. نشوف تدريب الان اكس واي، تحقق من اذا كانت اكس نظير ضربي للواي ولا لا. يبقى نقول له الاكس المصفوفه اكس ضرب المصفوفه واي، المصفوفة اكس 4 سالب 1 2 سالب 2، المصفوفة واي ثلث سدس ثلث سالب 2 على 3. نبدأ نضرب، وحسب اتفاقنا وياك ضرب المصفوفات هو ضرب الصف في العمود، فهناخد الصف الأول في العمود الأول، 4 ضرب ثلث زائد سالب 1 ضرب ثلث، 4 ضرب ثلث يديك 4 على 3، ادي اول واحدة اهي 4 على 3 على طول، سالب 1 ضرب ثلث سالب 1 في 1 بسالب 1 على 3، تجمع تديك 3 على 3 يديك 1، 1. هنضرب نفس الصف في العمود الثاني، اضرب معي 4 في 1 على 6 يعطيك 4 في 1 على 6 يديك 4 على 6، زائد سالب 1 في سالب 2 على 3، سالب 1 في سالب 2 على 3، اسف دي سالب سدس هنا، نسينا احنا الاشاره اللي هنا، 4 في سالب سدس يديك سالب 4 على 6، 4 في سالب سدس يديني سالب 4 على 6، سالب 1 في سالب 2 على 3 سالب في سالب بموجب، 1 في 2 ب 2 على 3، هتوحد المقامات تضرب هنا في 2 وهنا في 2 او تعملها بالآلة الحاسبة، هيديك سالب 4 على 6 زائد 4 على 6، دي هتصير 4 على 6، هتجمعهم يديك 0 على 6 يعني 0، يبقى هنا 0. نضرب الصف الثاني في العمود الاول، 2 ضرب ثلث زائد سالب 2 ضرب ثلث هيعطي 0. نضرب في العمود الثاني، 2 ضرب سالب السدس زائد سالب 2 ضرب سالب 2 على 3، احسبها لك، 2 ضرب سالب سدس يديني سالب 2 على 6،
سالب 2 ضرب سالب 2 على 3 يعني يديني موجب 4 على 3. نوحد المقامات، نضرب هنا في 2 وهنا في 2، تبقى سالب 2 على 6 زائد، لما تضرب هنا في 2 تصير 8، تضرب 3 في 2 تصير 6، صار المقام موحد 6، يبقى المقام 6، سالب 2 زائد 8 يديك 6، 6 على 6 1 1. صح. يبقى نقدر نقول ان اكس في واي يديني اي، يبقى الشرط الاولاني نجح، اكس في واي يعطي اي. اي مظبوط. هذه واحد. الان هنضرب واي ضرب مين؟ ضرب اكس. نكتب الواي الاول، انتبه، ثلث سالب سدس ثلث 2 على 3 ضرب الاكس 4 سالب 1 2 سالب 2 ضرب. نبدأ نضرب بنفس الطريقة، صف في عمود، وهكتب الإجابة هنا، ثلث ضرب 4 زائد سالب سدس ضرب 2، ثلث ضرب 4 يعطيك 4 على 3، سالب سدس ضرب 2 يدي سالب 2 على 6، هتجمعهم هيديك 1 1. ضربنا الصف الأول في العمود الأول، هضرب في العمود الثاني، ثلث ضرب سالب 1 يديني سالب ثلث، سالب سدس ضرب سالب 2 يديني ثلث، تجمعهم يديك 0. طبعا تضرب الآلة الحاسبة. الصف الثاني في العمود الأول، ثلث ضرب 4 زائد 2 على 3 ضرب 2، ثلث ضرب 4 زائد 2 على 3 ضرب 2، نشوفها هتعطي كم. دي سالب 2 على 3 يا شباب، دي سالب 2 على 3، ثلث ضرب 4 سالب 2 على 3 ضرب 2 هتدي 0. ناخد الصف في العمود الثاني، ثلث ضرب سالب 1 زائد سالب 2 على 3 ضرب سالب 2 هتحسبها هيديك 1، هتطلع اي. يعني اكس في واي دي اي، واي في اكس دي اي، يبقى نقدر نقول له اكس نظير ضربي للمصفوفه واي. وبكده نكون انتهينا من الجزء الأول من الدرس. إلى اللقاء في الجزء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.